اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس، يكلمنا عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. ازيك يا كابتن ناصر؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ حضرتك كله تمام؟ الحمد لله. طاقم التحكيم مكون من كابتن محمود عاشور حكم الساحه، كابتن تحسين ابو السادات، وكابتن ايمن العقاد اثنين حكام مساعدين، وكابتن محمد فاروق حكما رابع. تمام، خلينا نحدد بالتحديد كابتن اسلام محمود عاشور. احنا قلنا دايما الحكم اللي لعب كوره على مستوى كويس تقريبا بتفرق معاه جدا في المباريات. قلنا دايما الحكم الموهوب دايما بتفرق معاه في المباريات. محمود عاشور بيتميز بالاتي: اولا هو حكم من الحكام الموهوبين، حكم من الحكام اللي لديهم خبرات كبيره جدا جدا في الماتشات. عنده الميزه الثانيه ان هو بيحاول دايما يروح في المكان المناسب في خاصه داخل منطقه الجزاء. محمود عاشور كمان النهارده من ضمن خبراته كابتن اسلام، ايوه، عنده حاجه جميله جدا، هو عنده الحس التحكيمي اللي يمكن بيفتقده كتير من الحكام. حس تحكيمي يعني ايه؟ بيحس بالمكان اللي هو متواجد فيه، وعشان كده هو بنلاقيه دايما في منطقه الجزاء بيحاول يخلق نفسه زاويه رؤيه واضحه لمشاهده الاحداث. بنقول محمود عاشور طبعا دي الميزات اللي موجوده فيه، ولكن عندي حته ما يجب تطويره، انك انت محمود ما تحاولش تخش جوه قوي داخل منطقه الجزاء حتى ما تكونش انت في مسار اللعب، لان مشكله كبيره جدا اي حكم يخش داخل الصندوق ويبقى فيه هجوم معاكس، لو الكره بتيجي فيه بتعمل مشكله. ولكن هو بشكل عام هو هذا الموسم يمكن هذه اول مباراه للنادي الاهلي، واول مباراه لنادي طنطا، بنتمنى طبعا للتوفيق في المباراه. نروح لحكم من الحكام الدوليين تحسين ابو السادات، وحكم في القائمه الدوليه ومتصنف الاليت ايه، واعتقد عنده من الخبرات ايضا ان هو يقدر النهارده يظبط حالات التسلل، عنده امكانيه ان هو يكون مواجه ميدان اللعب، عنده امكانيه ان هو يربط كويس او ما بين اللمس وما بين موقف التسلل. الحكم الصاعد اللي جاي اللي بنقول النهارده ان احنا كلنا معاه النهارده وربنا يوفقه، هو ايمن عقاد من الحكام الصاعدين يا كابتن اسلام، اللي احنا نتمنى ان شاء الله باذن الله النهارده يؤدي مباراه بشكل كويس، لان هذه المباراه تفرق معاه كتير جدا جدا. هو زيه زي اللاعب اللي هو بيبتدي حياته في الناشئين، النهارده هو واخد مباراه كبيره، نتمنى ان شاء الله النهارده يوفق في هذه المباراه. ان شاء الله تبقى كل التوفيق لطاقم التحكيم. عندنا كلام كتير عن التحكيم، ولكن هنخليه بقى لما بعد نهايه هذه المباراه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ثلاثه من نجومنا الكبار: النجم الكبير كابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن، النجم الكبير كابتن اسامه حسني، تحليلا بقى لكل او تشكيل النادي الاهلي طبعا وتشكيل نادي طنطا. هنتكلم اكتر عن النواحي الفنيه بعد الفاصل. نجومنا الكبار